كابتن حمدي، عايزين نسترجع مع حضرتك ذكريات الصور الحلوة دي وتحكي لنا قصة كل صورة. هو بص، هو انا يعني عندي عيب خطير، عيب وحش يعني، مش من الناس اللي بتعرف تحتفظ بالصور والحاجات المهمة دي. بس ده التاريخ ده. بس يعني برضو عندي شوية صور كده، انما برضو في يعني في افضل من كده واكتر من كده بكتير. بس انا مش يعني مش محتفظ بيهم. يعني طب احكي لنا بقى قصة كل صورة الصور مع حضرتك. الصورة الاولى، هي الصورة الاولى طبعا دي فرقة 21 سنة قبل ما اتصعد الدرجة الأولى، ويمكن كانت مناسبة، كنا كانت تعتبر 79 أو 80 في العريش. وقت العريش اللي هو كانت لسه تحرير الأرض كاملة، ما كناش خدناها يعني. كان آخر حدودنا مدينة العريش يعني. فعملنا الاحتفال دي، الصورة دي كان حتى الله يرحمه الكابتن أحمد ماهر، وكان فيها معظم اللعيبة، كابتن شوبير ومحمود صالح وتامر دندش وكردي الله يرحمه. كان طبعا ده جيل، ومجدي درويش، جيل من 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 اللعيبه طبعا. ده كانت مباراه وديه في العريش وقتها، كانت مباراه وديه. وكانت مناسبه يعني، بمناسبه اعياد. فطبعا النادي الاهلي طبعا عمره ما كان بيتاخر على المناسبات المهمه دي يعني. فكنا لبينا الدعوه، وكانت سفريه جميله يعني. الصوره الثانيه، الصورة الثانية كانت الاحتفال، كانت في ملعب التتش، احتفال بدرع الدوري. كان اعتقد كان 83، كان كابتن الله يرحمه كابتن جوهري مدير فني، كابتن هاني مصطفى كان مدير الكورة وقتها. فصورة طبعا بتجمع للأسف ان لعيبه كتيره ما كانتش موجوده، من اللعيبه الكابتن مصطفى يونس، الكابتن مصطفى عبده. يمكن الصوره شامله معظم الجيل بتاعنا يعني. الجيل بتاعي يعني. والكابتن مفتي برضو. دكتور مفتي طبعا. الصوره اللي موجوده دي دلوقتي كان بمناسبه تكريم حد كانت في الكويت. حتى الصوره وقتها الفرقتين متصورين مع بعض مع الضيوف. والمباراه دي كانت حتى داعيين هناك الله يرحمه الكابتن صالح سليم، حضر مباراه مع الفريق وقتها، استقبال الرؤساء الكابتن صالح. ورا طبعا نادي الاهلي طبعا. يعني صاحب شعبيه كبيره، في سواء في مصر في المحافظات كمان او بره في الخليج خارج مصر طبعا. بالظبط كده. الصوره اللي موجوده دلوقتي كان برضو بعد حصولنا على كاس مصر. كانت موجوده في التتش. وفي الصوره موجود الكابتن الدكتور مدحت رمضان، كان برضو خفيف جدا، من اخف دم، بس هو كان دايما نقر ونقير مع كابتن مجدي عبد الغني. بس كانت بحب يعني. والصوره اللي موجوده دي كانت برضو بمناسبه سفريات، يعني سفريه كانت تقريبا السعوديه. يعني كان دايما بيبقى في ماتشات تكريم. الاهلي بيلبي دعوه نجم يعتزل. بالظبط كده. كانت في المطار واحنا مسافرين. والصورة دي كان في أوضة اللبس بعد نهائي كاس مصر. أعتقد اللي هو المقاولين. لا المقاولين ما كانش، كان قبل النهائي. السنة بتاعت اللي كسبتوا فيها المقاولين، كسبنا فيها المقاولين. كانت في أوضة اللبس. حتى تلاقي إيه اللي شعره منكوش، الدنيا القصة بتاعت زمان، الدنيا زحمة. الدنيا زحمة. الصورة دي كانت في استاد التتش. ايام الله يرحمه كابتن سايس. ودي كانت اعتقد 84، يمكن بعد ماتش المرسى التونسي ذهاب وعوده. ومتصورين بقى في التتش. اخر حاجه دي بقى يعني هي الفرنس فوتبول. فرنسيه، هي تعتبر فرنسا من الدول الوحيده اللي كانت متابعه الدوري الافريقي. سواء ابطال كؤوس او ابطال دوري. او مهتميه بافريقيا شويه فرنسا يعني. فالفرنس فوتبول دي كانت تعتبر المجله
العالمية الوحيدة بتتكلم عن إفريقيا مباراة الدوري. ف على ما كان ليا أخويا مقيم في فرنسا هناك كان بيلعب في الإسماعيلي برضو فبعد نهائي إفريقيا أبطال الدوري 87 فلقيته بعت لي المجلة دي من فرنسا قال لي صورتك موجودة فيها هي المجلة احتفظت بيها متكلمة عليكم وجايبين صور الفرقة يعني يعني ايه ذكريات كويسة ذكريات يعني. أكيد جميلة كابتن حمدي يعني وحضرتك كده لما بتقعد تسترجع بقى ذكريات الماضي بداية من الدرب الأحمر لما وصلت ناشئين النادي الأهلي وصلت الفريق الأول مين صاحب الفضل على كابتن حمدي أبو راضي ودلوقتي كابتن حمدي يعني عايز يقول له شكرا كابتن أنور سلامة كابتن أنور سلامة صاحب الفضل كابتن أنور سلامة أولا كون إن هو من يعني من أول ثانية وشاف فيا حاجة أنا ما شفتهاش وبناء عليها هي اللي كانت بتطلعني السلالم يعني حتى كابتن أنور سلامة بنديله الصحة لما رجع مسك الفرقة كان 87 أو 88 وأنا كنت لسه بلعب موجود يعني كان ثقة عمياء ثقة عمياء فيا يعني بيديني يعني هو حتى بيبقى حديث بيني وبينه لحد دلوقتي أما بكلمه أسلم عليه يعني عايل عليه فنرجع بذكريات قديمة كان بيقول لي اللي هو كان شايفه إيه الرؤية اللي كان شايف إيه فكان هو يعتبر فضله عليا كبير جدا الكابتن أنور السلامة